الإجراءات الاعتيادية لتهيئ شاطئ سيدي موسى أوغلو. أخبركم أنها إجراءات تعودنا عليها، تبتدئ من فاتح مارس بتحفيز كل المتدخلين تحت إشراف السلطة الإقليمية. الأمر يتعلق بتهيئة الشاطئ من عوامل التعرية، من عوامل طبيعية، من مخلفات المد والجزر، وبالتالي يسهر عمال النظافة التابعين للجماعة وللإنعاش الوطني وللشركة المحتضنة. ولذلك أولا أتوجه بالشكر الخالص لعمال النظافة وأحييهم تحية تقدير، على اعتبار أنهم هم لتوفروا الفضاء الملائم للمصطافين والزوار الكرام. ما ننسوش أن الشاطئ ديال أوغلو أصبح الشاطئ ديال الإقليم برمته، إلى ما قلتش أنه واحد من أجمل الشواطئ ديال جهة سوس مسا. يمكننا نفتخروا جميع كمدبري الشأن المحلي وكسلطات إقليمية وكساكنة محترمة، على اعتبار أن الشاطئ ديال أوغلو كيفوز للمرة الخامسة على التوالي باللواء الأزرق. ما يمكنش هذا اللواء يتمنح إلا إذا توفرت معايير كثيرة. أول هذه المعايير الاندماج الكلي للمحافظة على البيئة، ثم تضافر جميع الجهود ديال جميع المصالح الخارجية، وأخص بالذكر توفير الأمن من خلال السلطات المحلية، القوات المساعدة، الدرك الملكي، الوقاية المدنية والصحة العمومية. بطبيعة الحال ملي تنذكروا هذه المصالح الخارجية، المصالح ديال الجماعة قائمة ليل نهار من خلال الديمومة بموازاة مع مصالح ديال القوات المساعدة. اليوم هذه السنة هذه تنأسوا لمعطى جديد، أنه بموازاة مع إحداث الوحدة الإدارية ديال قيادة أوغلو الساحل، تم التأسيس لفتح مركز للدرك الملكي لأوغلو الساحل. هذه غتولي قيمة مضافة. هذه المصالح الخارجية اللي ذكرنا عليها، بطبيعة الحال تيبدا الاجتماع الأول التنسيقي تحت إشراف السلطة الإقليمية مع بداية فاتح مي، على أساس نشرع فعليا في بدء موسم الاصطياف 15 يونيو اللي غيستمر حتى 15 شهر 9. بطبيعة الحال كما تتعرفوا أنه باش نوفروا الظروف الملائمة للمصطافين والزوار الكرام خص جميع الجهود تضافر. أشرت إلى أنه لابد من تواجد الفعلي ديال هذيك المصالح الخارجية، تعبئة كل جهود ديال الأمن الوطني في المداخل والمخارج ديال مدينة تيزنيت، تعبئة الجهود ديال الدرك الملكي والقوات المساعدة والديمومة والمصالح الترابية من خلال مديرية المصالح ديال الجماعة الترابية أوغلو، باش نوفروا جميع الظروف اللوجستيكية. وانتم تتشوفوا أنه أول حاجة ملي تنقيو الشاطئ تنبداو في تهيئة الممرات الخشبية. علاش؟ لأنه كاينين العجزة وكاينين الأرامل وكاينين الحوامل وكاينين المرضعات، بالتالي خصنا نوفروا الفضاء للعربات ديال الأطفال ولذوي الاحتياجات الخاصة. المظلات عندها وسائلها الخاصة بطبيعة الحال، هذا موضوع آخر. اللي تهمنا أساس هو أنه تنعجزوا باش اللواء الأزرق يتمنح للمرة الخامسة، ما تيجيش اعتباطا ولكنه مبني على المعيار الأول، هو أولا جودة المياه، بمعنى أن كل سنة تنجدوا على أساس هذيك المعايير تبقى، لأن سير النجاح هو الإنسان ملي تيوصل لواحد المرتبة ديال النجاح خص يزيد يستمر للبقاء والاجتهاد أكثر.
إذا هاد المياه ديال الشاطئ ديال قلو هي مياه ذات جودة عالية رقم واحد، يعني هذيك الجودة تيمكنها تتمكن المصطافين من السباحة في ظروف صحية ملائمة. وملي تنذكروا مياه السباحة بطبيعة الحال لابد أن تكون هناك حراسة وبتنسيق تام مع مصالح الإنعاش الوطني. عندنا ما يربو على أكثر من 25 معلم سباحة، لأن عندنا الشاطئ ديال سيدي موسى وعندنا الشاطئ الثاني ديال زروزكوار. هذا الشاطئ ديال سيدي موسى محتضن من طرف المديرية العامة للماء والكهرباء، قطاع الكهرباء، وتنقلبوا على الشريك الثاني اللي غيحتضن لنا زروزكوار. علاش؟ لأن قالوا التي تستقبل الناس ديال الإقليم تيزنيت والناس ديال الجهة أكثر من هذا، تيجيو عندنا الزوار من مختلف مناطق المملكة، لا لشيء إلا لتوفر الأمن بالدرجة الأولى وتوفر الاستقرار. وملي تتذكر على الأمن والاستقرار، لنا أن نفتخر بأن بلدنا مملكتنا آمنة مستقرة والحمد لله. لذلكم تنهني الساكنة ديال أقلو والساكنة ديال الإقليم وتنلتمس منهم يحضروا بكثافة يوم 19 يوليوز اللي غيترفعوا الثاني اللواء الازرق، وهذا اللواء الازرق تيعطي اشارات ايجابيه على ان الزوار مرتاحين وغيلقوا جميع الظروف المواتيه. نعاود التذكير، ها انتم تتشوفوا وغيشوف الراي العام المحلي والاقليمي والجهوي ان كل مختلف المصالح متوفره. الراي العام حاولنا ما امكن انه وجدنا واحد الساحه اللي غتعطي واحد القيمه مضافه بالاناره العموميه ديالها. ممكن الراي العام، وهذا غنتقبل هذا النقد البناء، انه المداخل والمخارج ديال التجزئه، يعني بالنسبه لهذا المداخل القدرون ديالو تكال، ولكن نبشر المصطفين والزوار الكرام انه عندنا واحد البرنامج هائل جدا مع المجلس الاقليمي. مشكورا، تنقول المجلس الاقليمي مشكورا والسلطات الاقليميه مشكوره وجميع المصالح الخارجيه المتدخله والمصالح المركزيه، انه عندنا واحد البرنامج هائل ديال توسيعات تجزئه وتجهيز تمديد، وموازاه مع تجهيز التمديد غنعاودوا لغوبي الطرق كلها غتولي معبده بالاسفلت من الطراز الرفيع اللي تنقول لهم حنا بالدارجه النيلو، وغنعودوا الاناره العموميه غتولي على مستوى عالي سواء في التجزئه وسواء على الشاطئ على الافريز. وملي تنذكر الافريز راه مددناه بواحد 35 متر بالكلفه ديال 40 مليون سنتيم. هذا 40 مليون سنتيم واحد العدد ديال الاعتماد منين جاتنا؟ جاتنا من المديريه العامه للجامعات المحليه كمكافاه على هذا البرنامج ديال اللواء، على البرنامج اللي التزمت به الجامعه الترابيه ديال الدين اقلو من خلال جميع المتدخلين. وعاود تنأكد على ان الدور الريادي والبارز لهاد العمال ديال النظافه اللي تتشوف فيهم، راهما خدامين ليل نهار. واخا تنقول انه ليل نهار بمعنى انه راه تيبداو من 6 الصباح حتى 4 د العشيه باش يوفروا الممرات نظيفه ويوفروا الحاويات ديال الازبال نظيفه ويوفروا المجال البيئي اللي نظيف، اللي عاود تنأكد عليه انه ان عهد الاكياس البلاستيكيه ولا الى غير رجعه. وانتم تتشوفوا الاخ الكريم انه عندنا وسائل ديال التنشيط، كاين الاذاعه الشاطئيه، كاين ما ننساش للتاريخ قصدي عبد الله الهلال الاحمر المغربي لانه هو شريك. اذا عندنا الاذاعه الشاطئيه وعندنا الهلال الاحمر المغربي وعندنا المكان ديال الديمومه، وانتم تتشوفوا هذه الممرات، وهذه واحد الساحه بيولوجيه، يعني منصه بيو، ها هي منصه بيو. عوض نقلبوا حفاظا على المال العام، ما باقيش غنبداو نكريو ديك المنصه ديال الحفلات، تدي واحد الطرف ديال الفلوس. فضلنا انه نديروا هذه المنصه هذه، والانشطه اللي غدير ان شاء الله غدير على هذه المنصه اللي هي بيولوجيه، كل شيء من البحر، احجاران ورمالان وتجهيزاتين، وبالتالي يمكن لنا المصطافين يمكن نستغلوها بالليل وبالنهار. ولذلك عود على بدء كما بدأت سأختم إن شاء الله. الشكر موصول جدا ولا مشروط للسلطات الإقليمية، السيد العامل المحترم الأستاذ سمير اليزيدي لا يتردد قيد أنمولا ومعه مساعده
في وضع جميع الطلبات والرغبات اقتناعا منه ان هذا الشاطي ما تيبقاش ديال الجامعه الترابيه بأكلو ولكنه شاطي ديال الاقليم. الشكر موصول لهاد العمال، العمال ديال النظافه، العمال ديال النظافه اش كدير؟ كل نشكر هاد العمال، راه تنشكرهم الشكر الجزيل لانه هما تيبذلوا واحد المجهود جبار، هما اللي تينقيو وهما اللي تيسهروا، فلكم مني خالص التحايا وجزيل التقدير. الله يعاونكم، الله يبارك فيكم. ما ننساش السي عبد الله انهم اللي ذكرنا على جميع التجهيزات. عاده ما تنساو المرافق الصحيه، عندنا مرافق صحيه الكافيه من الطراز، من يعني بمواصفات حديثه جدا، موازاه مع المرافق الصحيه للعموم. هناك مرافق صحيه لذوي الاحتياجات الخاصه، وانتم تشوفوا على الممرات ديالهم، والمرافق الصحيه موجوده بالماء الصالح للشرب وجميع الظروف اللي يمكن الانسان يلقى راحته. ملي ذكرنا المساهمين في تنقيه الشاطي لوجيستيكيا، ما نساش بالمناسبه مقاوله مواطنه، مستثمر مواطني، انه تيوضع دائما الاليات ديالو راه الجماعه الترابيه. اكثر من هذا ملي ذكرت على الافريز اللي تنقولوا لها كورنيش بالدارجه، شرط على ان وزاره الداخليه اعطتنا واحد الاعتماد اللي عاود ثاني غنكملوا به، غتبقى لنا واحد 54 متر ما بيننا وما بين ذاك المستثمر جزاه الله خيرا. هو دابا دار وضع 500 مليون سنتيم، يعني 5 مليون ديال الدرهم، رانا اشاره الجامعه، ولكنه ساهره على انجاز الافريز ديالو هو. اذا ملي نكملوا ديك 54 ديال هذا الافريز، المواطنين الزوار المصطافين اللي تيتحركوا على كورنيش يمكن لهم يتحركوا من الديمومه، انتم تشوفوها ديال القوات المساعده والجماعه الترابيه، وغيمشيو حتى لزروز كواغن وبالاناره العموميه ديالها، يمكن يمشيو بالليل وبالنهار. وبالتالي تنرحب بالجميع المواطنين المغاربه، الجاليه المغربيه ديالنا بالخارج، عموم الزوار، عموم المصطافين، مرحبا بهم، مرحبا بهم، وعيش مبروك. ما يمكن لي الا نعبر على سعادتي وانشراحي ملي تنلقى هاد الاخوان ديال النظافه والمسؤولين الجهود ديالهم المتضافره. غنزيدوا انه نخبروا الراي العام انه غتكون انشطه رياضيه، وعندنا قريب من هاد الساحه اللي رسينا لها الاسس ديالها وزيناها وقديناها بالبافي، انه غيكون واحد الملعب ديال 70 على 70 تقريبا، تعطينا 500 متر مربع من شركه مواطنه. غيكون واحد الملعب ديال القرب ديال كره السله، كره اليد، كره الطائره، كره اليد، كره السله، وكره القدم المصغره بجميع المرافق ديالها، وهي سبعه ديال الملاعب في الاقليم. ودافعت ورفعت بشراسه على ان تستفيد هذه المنطقه بالضبط، لانها ماشي غير ديال اكلو، ولكن غتوضع لجميع الشرائح، جميع الزوار، الشباب ديال الاقليم وديال الجهه وديال الوطن عامه. وبالمناسبه نقول لهم عواشر مبروكين ومرحبا بكم في اكلو، وغتلقاو الجو الملائم. الف مرحبا، السلام عليكم.